السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتابع الفيديو الجديد وهنقول معلومات مهمة. النهاردة في الفيديو دوت هنقول معلومات تهم ستات البيوت في منازل. يا ريت تتابعوني، واللي بيشوفني لأول مرة يشارك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، ويا ريت لو سمحت لو تكرمت شارك الرابط مع الغير علشان الفايدة تزيد. تعالوا بينا نكمل الفيديو ونشوف هنقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم ستات البيوت في المنازل. احنا بحكم شغلنا في مجال مكافحة الحشرات بقالنا فترة طويلة، بقينا عارفين او بقينا عندنا خبرة لما نخش اي بيت عشان نكافح الحشرة، بنبقى عارفين المصدر او الاساس بتاع الحشرة او اللي زود الحشرة، عامل خارجي ولا ست البيت. تمام، بمعنى ان احنا بنخش بيوت كتير بحكم شغلنا علشان نكافح الحشرات. كويس. ففي اماكن بنقول ان الحشرة دخلت من الخارج، لكن ست البيت مش مهملة ومش مقصرة في تنظيف البيت. كويس. لكن لما بخش بيت وبلاقي مشاكل متفاقمة، لا، يبقى هنا بقى في مشكلة. ولما بحس، يعني احنا بدورنا برضو، انا برش في البيت كله، مش في مطبخ بس او في غرفة بس، فانا برش في البيت كله. تمام. فلمسة الست كنظافة بتبان في البيت كله. تمام. ما دام في بداية تنظيف او لمسة نظافة في البيت، مش بتلاقي حشرات، او بتلاقي الحشرات بتقل. كويس. لكن لما تلاقي الحشرات وصلت لمستوى الكارثة، لا، في الحالة دي بتلاقي في مشكلة او في قصور من ناحية ست البيت، مفيش تنظيف. دخلنا بقى في موضوع الكسل. تمام. فبتلاقي المشكلة بتتفاقم وبتزيد، لان هي ليها دور في الموضوع. كويس. لما بتخش بيت وتلاقي صرصار او اتنين او تلاتة او كمية، بس احنا برضو بنبقى عارفين ان الكمية دي خارجة عن ارادتها، هي ملهاش دور. ليه؟ احنا بنلاقي المشكلة وليكن في المطبخ. كويس. مع ان المطبخ نظيف، مع ان البيت مرتب ونظيف. كويس. دي بتبقى خارجة عن ارادة ست البيت، دي احنا بنخش نشتغل عليها على طول. لكن لما بخش الاقي مكان فعلا فعلا البيت نظافته العامة او الشكل العام بيقول ان في اهمال، ده بيبقى من نتيجة ست البيت، وده يبقى ليها دور في زيادة اعداد الحشرات الموجودة داخل بيتها. كويس. تمام. احنا ما نبصش ان في حشرات، احنا نبص جبنا الحشرات ازاي. ما هو لو في نظافة مش هتلاقي حشرات، لو في متابعة مستمرة مش هتلاقي في حشرات. تمام. بخش بيت بلاقيش حتى اساسا الشمس ما بتخشوش، يعني الستاير مقفولة، الجو نفسه بتاع يعني، معلش، بتاع مرض، بتاع امراض، بيمرض. لا، هوي البيت، خلي نور ربنا يخش. الشمس دي ربنا جعلها مضاد حيوي لكتير من الحشرات. طول ما انت مقفلة على نفسك وخايفة ان في حاجة تخش من بره، ما انت كده هتأذي نفسك جوه، هتأذي ولادك. الجو ده اساسا اللي هو عدم وجود شمس وعدم وجود ضوء، ده اساسا مسبب امراض، وده اساسا بيئة مناسبة للحشرات. يبقى انت من وجهة نظرك ان انت بتحافظي على البيت عشان يبقى نظيف، ما تخشوش الاتربة، ده من وجهة نظرك. لكن من وجهة النظر الصح، دخل الضوء، دخل نور ربنا، دخل الشمس، دخل الهواء المتجدد. تمام. افتح الستاير كل يوم، افتح الشباك، هوي كل يوم في الشمسية، لو تلاقي في جو شمس افتحي، نوري، دخلي الضوء، دخلي الهواء المتجدد، يجدد الرطوبة اللي موجودة في البيت عندك. كويس. ايدك تبقى لمستك موجودة في البيت باستمرار. انا عارف بيبقى غصب عنك ان اغلبية ستات البيوت بتبقى بتروح اشغالها، ربنا يعينكم، بس برضو في ولاد بيتربوا من صغرهم على الموضوع دوت، حسسيهم ان هم ايديهم بايديا بيساعدوني وبيناموا معاكي، وكمان انت بتنمي جواهم الغريزه ان هم يساعدوا الاكبر منهم. الولد او البنت هيشبوا على الموضوع دوت لما بيكبروا. تمام. خدتي من وراهم ثواب ينفعك. كويس. تمام. احنا دلوقتي لما بنلاقي المكان مفيش شمس وعندي مشكله وليكن بقى فراش، نتيجه طبيعيه، بقول لحضرتك لو سمحتي افتحي الشمس، افتحي البلكون عندك، نوري، نور ربنا يخليه، نور ربنا يدخل. الشمس ربنا والله جعلها مضاد حيوي، سبحان الله.
لا بتدفعي لها فلوس ولا بتروحي لها للدكتور، افتحي بس الباب ليها وهي تخش عندك. تمام، نهتم بالتنظيف، نهتم بالنظافة، ده أساس رقم واحد. بنلاقي الحشرات حتى لو في حشرات عندك، مع التنظيف الحشرات بتقل، لأنك أنت أساسا أنت اللي بتروحي مكانهم بتزعجيهم، كويس؟ فهو ما بيزيدش، هو بيقل، لكن قلة التنظيف بتلاقي الحشرة بتزيد وبتزيد وبتزيد، وحضرتك لما بتيجي للآخر خلاص وبيغلب بتتعبي خلاص وجهدك خلاص، تتصل بشركة مكافحة حشرات. تمام؟ كويس، يبقى في الحالة دي احنا بنقول الوقاية خير من العلاج. تهتمي بالبيت، تهتمي بنظافة البيت، كويس؟ ده بيقلل الحشرات عندك ايا كانت الحشرات اللي موجودة. الجو نفسه اللي انت بتهيئيه علشان بتقولي ان الحشرة مش هتخش البيت لو انا قفلت الشباك بتاعي، قفلت البلكونة بتاعتي، الجو اصلا بيمرض، بيتعب حضرتك، بيتعب الولاد منك. تمام، افتحي، ما تخافيش من حاجة، كده كده الحشرة موجودة عندك مش هتزيد، بالعكس انت اللي هتلاقي الجو، الهواء كويس، الشمس موجودة منورة البيت، مجددة هوا البيت، الولاد صحتهم كويسة. تمام، لاني معلش في الاوقات، انا في اوقات بخش بيوت كتير بحكم شغلي، فبشوف مهما كانت الست اللي قدامي شغالة او مش شغالة، ده ما يمنعش ان في ناس بتهتم بالنظافة، وفي ناس بيبقى غصب عنها بيبقى فيه قصور في موضوع النظافة. تمام، الولاد، بص لولادك، احنا بنقول من شاب على شيء شاب عليه، الولد لو طلع كسول من البداية او البنت هيشبوا على كده، مش هيبقى عندهم موضوع بقى الاعتناء بالاشياء المساعدة، ان هم يساعدوا الاكبر منهم. رسخي من صغرهم جواهم المبادئ الكويسة الجميلة. تمام، وانتي ساعدي في نظافة بيتك بأشياء بسيطة، مش تاخد من وقتك كتير، بس هتخلي اللي داخل البيت عندك لأول مرة يعرف ان البيت اساسا مش ناقصه اي حاجة خالص، والحشرة دي جاية من الخارج، وست البيت ملهاش اي ذنب في الموضوع. كويس، معلش انا اسف، هو الفيديو قصير، بس انا قلت اوصل لكم المعلومه ديت لستات البيوت، علشان الحشرات والصيف الحشرات بدات تزيد، والكل بيقول ان الحشرات جايه من بره، انا ماليش دعوه ماليش دور، لا، وقت معين ليكي دور. تمام، وقت معين ليكي انت دور، ما نقولش احنا بنقول الصح وبنقول يعني معلش بنقول اللي لينا وبنقول اللي علينا. تمام، انا متشكر جدا، يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ارجوكم اللي بيشوف الفيديو لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويدوس اعجاب، ولو في اي تساؤل عند حضرتك سيب السؤال وانا ارد عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.